منتصف الليل بتوقيت الجزائر، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مباشرة إلى العناوين. إشادة بالدور المحوري للجزائر في مجلس الأمن الأممي خلال مراسم تسليم الرسالة الخطية لرئيس الجمهورية إلى سلطان سلطنة عمان. فلاحو ولايتي إليزي والوادي يتوقعون حصاد أزيد من 65 قنطارا في الهكتار من الحبوب، والتلفزيون يقف على ظروف التجميع بالمنيعة. في ذكرى نكبة فلسطين، نكبة قطاع غزة تعيد مشهد التهجير تحت القصف والعدوان. أهلا بكم من جديد. بداية، استقبل أمس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بمسقط عاصمة سلطنة عمان الشقيقة من قبل جلالة السلطان هيثم بن طارق، حيث سلمه الرسالة الخطية التي وجهها إليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مقرونة بتحياته الأخوية وتمنياته الخالصة بدوام التقدم والنماء لسلطنة عمان وشعبها الشقيق. وقد شكل اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الجزائرية العمانية وما يطبعها من تميز في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا آفاق تعزيزها وتوطيدها في ظل ما تحظى به من عناية خاصة من لدن قائدي البلدين الشقيقين وفي أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة. كما تم خلال ذات اللقاء تبادل الرؤى والتحاليل حول تطورات الأوضاع على الساحة العربية، وبالخصوص ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إلى جانب المستجدات في منطقة الساحل الصحراوي. وفي الختام، حمل جلالة السلطان هيثم بن طارق الوزير أحمد عطاف نقل تحياته وتقديره لرئيس الجمهورية، مثنيا بصفة خاصة على الدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر في مجلس الأمن الأممي تحت قيادة السيد الرئيس، دفاعا عن مصالح الأمة العربية ونصرة لقضيتها المركزية، القضية الفلسطينية. هذا وتوجه بعدها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف إلى العاصمة البحرينية المنامة، ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، للمشاركة في الدورة 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. وينتظر أن تتمحور أشغال القمة العربية حول أهم القضايا والمسائل التي تخص الأمن القومي العربي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب الجهود الرامية إلى تعزيز وتطوير العمل العربي المشترك في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الإطار سيلقي عطاف كلمة رئيس الجمهورية الموجهة لأشغال القمة. بخطى واثقة تتجه الجزائر نحو تحقيق أمنها الغذائي من خلال الحرص الدائم على دعم الفلاحين لوجستيا ومرافقتهم بالتكوين والتأهيل، وكذا تكثيف بناء مراكز التخزين وطنيا. وبتوقعات إنتاج يفوق 65 قنطارا في الهكتار الواحد من الحبوب، انطلقت بولاية إليزي حملة الحصاد والدرس في موسم سيعرف تجربة إنتاج القمح الصلبي الموجه للبذور. إبراهيم بالخير. حقول شاسعة من القمح الصلب وصلت مساحتها أزيد من 350 هكتارا، تعد التجربة الأولى لشركة أجرولينا لزراعة الحبوب بولاية إليزي باستعمال الرش المحوري. وإن شاء الله التحدي اللي درناه هذا العام، وإن شاء الله راح العام الجاي راح نزيدوا ليكستونسيون على حتى 700 هكتار، والمزرعة راه فيها 3000 هكتار، يعني كل عام راح نزيدوا 350، يعني بكل عام 350 هكتار، إلا حتى نلحقوا 3000 هكتار إن شاء الله. مستثمرة مختصة في إنتاج الحبوب في بدايتها، وعندها آفاق مستقبلية في القريب العاجل، في المتوسط، في البعيد المدى، راح تدخل عدة الشعب. من هذه المستثمرة نوجه النداء كافة المستثمرين المتواجدين عبر أقليم ولاية إليزي وعبر الوطن أن يتقدموا بإنشاء مستثمرات، وولاية إليزي سوف تقدم كافة التسهيلات في هذا الإطار. وبمعدل 65 قنطارا في الهكتار الواحد ينتظره محصول وفير يفوق 20 ألف قنطار.
نتيجة إيجابية ساهمت في تحقيقها المرافقة الميدانية للسلطات المحلية في دعم وتشجيع المستثمرين. ولاية إليزي لم تصبح ولاية طاقوية فقط، ولكن سوف تساهم أيضا في توفير المحاصيل الزراعية الأساسية التي تدخل في إطار توفير كما قلت الأمن الغذائي للبلاد. المساحة اللي راهي محددة للاستثمار بهذه المنطقة تقدر بأكثر من 70,000 هكتار، تم توزيع ما يقارب 30,000 وبقات 40 الأخرى يتم توزيع تاعها في القريب العاجل إن شاء الله. فيما يخص النقل لهذه السنة، نقل تعاونية الحبوب والبقول الجافة جندت شاحنات عدد لا بأس به وكافي لنقل كل المحصول من ولاية إليزي إلى ولاية ورقلة. وبعد نجاح التجربة الأولى لهذه المستثمرة بفضل التربة الجيدة ووفرة المياه الجوفية، ينتظر أن تصبح منطقة رود النص مستقبلا قطبا فلاحيا بامتياز للزراعة الاستراتيجية بأقصى جنوب الوطن. وبفضل احترام الفلاح للمسار التقني، تجاوز إنتاج القمح بمنطقة بنقش الحدودية بولاية الوادي 70 قنطارا في الهكتار الواحد، أرقام هامة لموسم واعد. يقول محمد العيد البيه: الفلاحون بولاية الوادي يشرعون في حصاد منتوجهم من القمح والشعير لتقديمه إلى نقاط الجمع. وقد شهدت منطقة الشكشاك في بلدية بنقش الحدودية انطلاق هذه العملية بعمق الصحراء، والبوادر تشير بفضل اتباع المسار التقني والإرشادات الفلاحية إلى موسم حصاد ناجح وأرقام إنتاجية عالية حققها المزارعون. رانا بدينا في عملية الحصاد والدرس، وراو بربي إن شاء الله إنتاج وفير، وراه ربي يبارك، راو الهكتار يجيب حتى 65 ل 70 ل 80 في الهكتار. حسب ما نهى التقنيين وكما نقولوا احنا جو اللجنه الخاصه بالتقييم الانتاج نتاع المستوى معناها هنا المنطقه، المونة باللي راهي عندك معناها من 75 ل 80 في الهكتار قنطار. احنا عندنا تقنيين نتابعوا فيهم وناخذوا في رايهم، هما اللي راهم يعطونا المرشدين الفلاحي، هما اللي راهم يعطونا في الارشاد، ونحنا نتبعوا في الكلام نتاعهم، وانتجنا الحمد لله رانا جايبين اكثر من 70 قنطار في الهكتار. إقبال الفلاح على زراعة الحبوب جاء بفضل دعم الدولة وإيجابية المرافقة. هذا العام كان هناك عدة قوافل إرشادية تقنية خاصة بتتبع المسار التقني أعطت ثمارها اليوم، حيث نسعى إلى أن تصل كمية المنتجات في الهكتار هي في حدود 40-45، إلا أنها وصلت كالسنة الماضية ونسعى إلى ارتفاعها، وصلت الذروة إلى حتى 75 قنطار في الهكتار. نسعى إلى أن تلتحق كل المزارع بهذه النسبة بعدما وفرنا كل الوسائل اللازمة. رهان هذه الولاية الصحراوية في زراعة الحبوب هو الرفع من نسبة الإنتاج في صحراء تزخر بمساحات شاسعة، لن تبخل حتما على المستثمرين الفلاحيين إنتاجها الوفير في زراعتها المتنوعة والواعدة. ذات التدابير والتحفيزات ساهمت في زيادة المساحات المزروعة المخصصة للحبوب في ولاية المنيعة، مع توقعات بإنتاج وافر هذا الموسم. محمد الأمين بوتومي. صارت هذه المشاهد أمرا معتادا بولاية المنيعة التي يتوقع أن تسجل أرقاما جديدة في إنتاج الحبوب هذه السنة بعد زيادة المساحات وتوفير الظروف الصحيحة لمواصلة الإنتاج الذي يضمن امتلاء المخازن الاستراتيجية. يشوفوا في مثلا ولاية المنيعة راهي العديد من المستثمرات، وحتى وتكون بعيدة على يعني على مركز المدينة راهي تلحقها الكهرباء، ويعني راحت المعاناة هذيك اللي كانت بالوقود والجروب الكتروجين راهي نقصت اليوم الحمد لله. هذا الشيء اللي خلى يعني المستثمرين يتشجعوا ويزيدوا المساحات وخاصة المساحات الموجهة لإنتاج الحبوب. كل المستثمرين الكبار هنا ولا الفلاح الصغار راهم يجاهدوا على هذه الثروة تاع الأمن الغذائي، وكذلك احنا عندنا نيف تاع السيادة الوطنية. وبلوغ هذه المرحلة كان في إطار استراتيجية تسعى إلى جعل الجنوب الكبير قطبا خاصا بإنتاج الحبوب وتكثيف البذور.
الحمد لله هذا الموسم كان موسم ناجح، تبعناه من العملية نتاع البدر، تبعناه كل الأسمدة كانت متوفرة، التقنيين كانوا خدموا العمل نتاعهم، والحمد لله هذه النتيجة اللي وصلنا لها يعني 850 ألف قنطار ماهيش بالهينة، واللي نتمناه إن شاء الله أنها ترتفع. فكل محور رش يتم الانتهاء من حصاده تليه مباشرة عملية نقل تجميع وتحويل الحبوب والبذور إلى ولايات الشمال. نقوم باستقبال المحاصيل، تفريغ الشاحنات، ونقوم أيضا بالتحويل مباشرة. بالنسبة للبذور تحول مباشرة، يتم وزنها وتحول مباشرة إلى محطات تصفية. أما بالنسبة للاستهلاك، هناك شاحنات مسخرة للاستقبال حبوب من المستثمرات الفلاحية إلى هذه النقاط. الآن نقوم بتجميع حوالي من 10,000 إلى 15,000 قنطار يوميا وتحويلها مباشرة إلى الولايات المجاورة. المنتوج رانا جبناه من عند المستثمر، رانا رايحين به للشمال للتحويل، والفلاح راه مش يعاني سنة والو، راه المعاناة اسم كلمة معاناة ما كانش، راه الدولة ما بقات. بالنظر إلى إنتاج هذه السنة من الحبوب في الجنوب، توفر الحافز للسنوات القادمة لمضاعفة هذه الجهود التي ستعطي للجزائر درجة أعلى من الأمن الغذائي. ثمن مكتب مجلس الأمة الموسع برئاسة رئيس المجلس صالح بوجيل القرارات الشجاعة المتخذة من قبل رئيس الجمهورية والتعهدات التي قطعها في لقائه بالعمال، وهو ما يعتبره المكتب امتدادا للمنح الاجتماعي والاقتصادي المتصاعد نحو الأفاق التي تصب إليها الجزائر الجديدة، مجددا في الوقت ذاته العهد والالتزام مع مجمل قرارات ومقاربات السيد رئيس الجمهورية لتدبير تحديات المرحلة وتسيير الشأن العام. ترأس الوزير الأول نذير العرباوي أمس اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، وتنفيذا للالتزام أو لالتزام السيد رئيس الجمهورية المتعلق بالحفاظ على الذاكرة الوطنية وتعزيز الروابط بين أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ووطنهم. استمعت الحكومة إلى عرض حول مختلف المكتسبات والمشاريع المنجزة في هذا الإطار، كما استمعت إلى عرض حول مشروع ربط شبكات الكهرباء لشمال جنوب وجنوب البلاد يشمل عددا من المشاريع الهيكلية الهادفة إلى تعزيز مرافقة الاستثمارات الاستراتيجية التي أقرها السيد رئيس الجمهورية من أجل دعم التنمية في المناطق الجنوبية، فضلا عن إمكانية إدماجها الاقتصادي في محيطها الإقليمي. وبهدف ترقية الصناعة السينماتوغرافية، استمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل في إنشاء المعهد الوطني العالي للسينما الذي أقره رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى تقديم تكوين عالي الجودة في مجال علوم وفنون السينما. أخيرا، وفي إطار متابعة النهضة الرقمية الجارية، استمعت الحكومة إلى تقرير مرحلي حول رقمنة قطاع التجارة وترقية الصادرات، لا سيما في جوانبه المتعلقة بتعزيز أدوات ضبط وتنظيم السوق الوطنية وترقية الشفافية في مجال التجارة الخارجية، فضلا عن مرافقة المتعاملين الناشطين في مجال التصدير. ضمان حق المواطن في الاختيار النزيه والشفاف تكريسا لدولة المؤسسات وإقرار دمج الشباب المسجل لأول مرة ضمن مؤطري الانتخابات المقبلة عبر 67 ألف مكتب اقتراع معد للاستحقاق الجاري، هو ما أكده من قسنطين رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي، الذي أبرز أن الأقطاب الانتخابية الثمانية تقع ضمن آليات تصب في سبيل تكريس إدارة انتخابية مهنية قادرة على حفظ الأمانة. للمزيد من التقدم في التنظيم في مستوى التنظيم، وبالتالي قررنا بمناسبة هذه الانتخابات الرئاسية أن نوسع يعني رقعة الشفافية. رقعة الشفافية، الشفافية معناتها توسيع المشاركة، توسيع الإشراف التشاركي للأحزاب السياسية. بالطبع مش خطها حزب سياسي، لا، عندها شروط، معناتها أحزاب سياسية اللي عندها تمثيل في البرلمان، عندها يعني المجتمع المدني، لأن الإشراف التشاركي على الأقل بكل تواضع ماهوش موجود في كل الدول.
تفاديا لانتشار أخبار مغلوطة بخصوص الفاجعة الأليمة التي أودت بحياة 5 أطفال غرقا بشاطئ منتزه السابلات بحسين داي، ارتأت نيابة الجمهورية لدى محكمة حسين داي تنوير الرأي العام وتقديم توضيحات بخصوص القضية، حيث كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي في مؤتمر صحفي عن أوامر إيداع الحبس المؤقت في حق 6 متهمين من جملة 13 متهما كشف عنهم التحقيق، مبرزا وجود أعباء تعزز وجود إهمال وعدم مراعاة للوائح والتنظيمات. السيد قاضي التحقيق بعد سماع المتهمين أصدر أمر بإيداع 6 متهمين رهن الحبس المؤقت، وتعلق الأمر بالمتهمين باء عين باء ألف طاء ميم سين هاء باء سين حاء حاء، فيما أصدر أوامر بوضع باقي المتهمين تحت نظام الرقابة القضائية. التحقيق القضائي بخصوص القضية سيظل متواصلا وسوف يتم إطلاع الرأي العام بالنتائج فور انتهائه. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 ماي الجاري العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. ففي إطار مكافحة الإرهاب سلم الإرهابي ألف شيد المدعو عبد الحق نفسه للسلطات العسكرية ببرج باج مختار وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، في حين أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 110 تجار مخدرات، وأحبطت محاولة إدخال 310 كيلوغرامات من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 3.370 كيلوغرامات من مادة الكوكايين و 194279 قرصا مهلوسا. وبكل من تمرست وبرج باج مختار وإنجزام أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 326 شخصا وضبطت 56 مركبة و 132 مولدا كهربائيا و 107 مطارق ضغط و 12 جهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 39 شخصا آخر وضبط 11 بندقية صيد وستة مسدسات آلية و 57,788 لترا من الوقود و 81 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و 77 قنطارا من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. من جهة أخرى تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية 26 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 157 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني. دوليا، وفي تطورات الوضع بفلسطين المحتلة ومع حلول ذكرى النكبة الفلسطينية وعلى مدى 76 سنة، تواصل آلة الحرب والقتل الصهيوني ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتهجير والتنكيل بالشعب الفلسطيني، جرائم ما انفكت تذكرنا بمآسي نكبة عام 48 900 و1000 التي تتشابه في أدق تفاصيلها مع ما يحدث اليوم في حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وسام أبو زيد. بعد مرور أكثر من 76 عاما على الهجرة تعيش الأجيال الفلسطينية اليوم الهجرة والنزوح من جديد في ظل عدوان إسرائيلي مستمر لأكثر من 220 يوما على التوالي. وضع الناس ماكل هواء،
والله ما معنا نجيب خيمة، هينا بدنا نروح نرتمي في خان يونس، ولا أكل ولا شرب، يعني انتقلنا من هان غاد هالقيت. احنا عمرنا ما شفناها، لا اجدادنا شافوها ولا احنا لسه اول مره في حياتنا بنشوف هيك نكبه. احنا رحلنا من الشمال، من الشمال لخان يونس، من خان يونس ما خليناها خمس مره ننزح، يعني ما حضرناش النكبه. كل جدودنا واهالينا اللي شافوها، احنا ما شفناش، بنشوفها على التلفزيون بس. واليوم احنا اعطل من ايام النكبه. فهذه هي المشاهد التي كان يشاهدها الفلسطينيون عام 48، واليوم يعيشونها في كل المحافظات الفلسطينية بسبب أيام العدوى. وجينا هنا ما جينا برضتنا، وإحنا ما بنحنا ما إحنا جبنا نشرب، إحنا جينا هم اللي زي اللي واحد كرباج على بدنا وبيجري وراك. هم هيك طلعونا، أما إحنا ما في واحد فينا طلع. أجدادنا عاشروا النكبة، وإحنا الآن بنعاشر النكبة الداخلية، وإحنا بنخاف إن هذه النكبة الداخلية تتحول لنكبة كبرى. فهذا الشيء يعني المرمطة اللي بنعيشها في داخل أراضينا، ما بالك لو بدها هذه المرمطة تصير نكبة خارجية. إذا كان هناك حلم للعودة إلى الأراضي المحتلة عام 48، هنا أيضا يحلمون بالعودة إلى ديارهم التي احتلها جيش الاحتلال وقطع أوصالهم في المناطق الشمالية لقطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. تهجرت في الأردن، تهجرت 30 سنة ولا في الأردن، في أول زماني وانا في اخر زمانات. وش بخاطرك هالقيت؟ والله اروح، في خاطري اروح واشوف اولادي واشوف بناتي ويوقف العرب. نتكلم معكم ونحن الان في مدينه رفح جنوبي القطاع، واجبر الاحتلال الاسرائيلي عائلات فلسطينيه على النزوح قصرا ايضا، كما هو المشهد عام 48 تحت القصف والضرب والاغتيالات والمذابح. لكن الفلسطينيين يؤكدون على صمودهم وصبرهم، وأن رحلتهم إلى الشمال هي الأقرب من الخروج من خارج الأراضي الفلسطينية كما جرى عام 48. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. بين الرياضة والسياحة اختتمت أمس المرحلة الرابعة لطواف الجزائر الدولي للدراجات، مرحلة أبقت الجزائر في الصدارة وروجت لكنوز غابية على ضفاف الشريط الساحلي بولاية شلف، وصولا إلى مدينة عبقها عطر الورود البليدة. اسماعيل ميلودي. بين حمزة ياسين وسحير أيوب معادلة هي الأهم لحد الآن ببقاء القميص الأصفر جزائريا بعدما فعلها ثانية دراج نادي دال إبراهيم. اليوم كانت لي طب بزاف واعرة، كما لابالكم كان الفالوني وما كنتش بيان اون فورم، وشكر الصديقاء اللي عاونوني بزاف بزاف حتى باش نقاردي المايو. المرحلة الرابعة وإن ابتعدت فيها قافلة دورة الجزائر الدولية الكبرى للدراجات عن الواجهة البحرية، إلا أن جمالية الصورة بقيت راقية بعدما غاص الدراجون في سهول متيجة التي احتضنتهم بصدر رحب، وكذا حرارة التشجيع من سكان المدن التي كانت ضمن مسار السباق بين ولايتي شلف والبليدة على مسافة 155 كيلومترا. سباق كان مفتوحا على كل الاحتمالات بوجود 3 نقاط تسلق ونقطتين ساخنتين. هدوء ميز الكوكبة رغم بعض محاولات الانفصال الفردية بدأها الجزائري فركوس أيوب من نادي مركز إفريقيا كانت فاشلة، ليعود الهدوء والترقب على مشارف ولاية عين الدفلة، محاولة انفصال أخرى من 4 دراجين عمق الفارق إلى دقيقة ليذوب سريعا ببلوغ النقطة الساخنة في الكيلومتر 75. ومع بلوغ عقبة خميس مليان، مجموعة مكونة من 15 دراجا دار بينهم الصراع، لكن فارق 35 ثانية لم يكن كافيا لتلتهمهما الكوكبة باستثناء دراج ألمانيا بيرش فاس مارسيل الذي لم يعمر طويلا في المقدمة. لتبدأ الأمور الجدية والتكتيكية في الكيلومترات الأخيرة على مشارف مدينة البليدة التي احتضنت ابنها رقيقي يوسف بحرارة التشجيع، حافز مكنه من بلوغ نقطة الوصول أولا متبوعا بسرنوفسكي من ألمانيا ثم حمزة ياسين ثالثا، فيما حافظ سحير أيوب على القميص الأصفر وقميص أخضر بقي على كتفي حمزة ياسين من نادي مدار، فيما القميص المنقط والأبيض احتفظ بهما
منتخب إريتريا. في ختام النشرة أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.